الترجي الرياضي التونسي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الوداد البيضاوي. لم تكن هذه الضربة متوقعة أو أي في البال. إذا وصلك الفيديو عزيزي المشاهد وحبا لك بهذا الفريق، لا تنسى اشتراك ودعمنا بلايك. مباشرة بعد تأهله إلى دور النصف النهائي من مسابقة الدوري الإفريقي الجديد، حطت طائرة فريق الترجي في الدار البيضاء المغربية تأهبا لملاقاة الوداد غدا الأحد ابتداء من الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، تونس والجزائر. وتلقى الترجي الرياضي التونسي ضربة موجعة بعد تأكد غياب قائده محمد أمين بن حميدة عن ذهاب دور نصف نهائي الدوري الإفريقي أمام الوداد الرياضي. بن حميدة تحصل على إنذار في مباراتي الدور الربع النهائي أمام مازيمبي الكونغولي، الأمر الذي وضعه خارج حسابات مواجهة الأحد في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ويستفيد الترجي الرياضي التونسي من عودة بن حميدة في حوار الإياب المنتظر على أرضية ملعب رادس يوم الأربعاء فاتح نوفمبر القادم. وفي سياق أخرى، رفضت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الإفريقي طلب نادي الترجي التونسي بتأجيل مواجهة ذهابي بسبب ضيق الوقت بعد مباراة إياب ربع النهائي أمام مازيمبي الكونغولي. وتأهل الترجي إلى دور النصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي إثر فوزه على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 4 أهداف لهدف وحيد في مجموعة المباراتين ذهاب وإياب، في الوقت الذي ضمن فيه الوداد الرياضي التأهل بعد الإطاحة بإنبا النيجيري بنتيجة 4 أهداف دون رد. وستكون مباراة الترجي والوداد عبارة عن تشويق داخل رقعة الميدان وكذلك في المدرجات، بعدما طرحت اللجنة المنظمة لمباراة 85,000 تذكرة نفذت بالكامل حسب اللجنة المنظمة، ما يعني أن المباراة ستكون هشتكوكية وصعبة بالنسبة للترجي الذي سيلعب في ملعب دونور بمحمد الخامس بالدار البيضاء. ومن المرتقب أن تكون هذه المباراة يقودها الحكم المصري الذي أبان عن حنكة في التحكيم، ما يدل أن المباراة ستعرف حضورا قياسيا كبيرا للجماهير، ما يعني كذلك أن المباراة ستكون قوية بالنسبة للجانبين، وأن حمد الهوني لاعب الترجي السابق سيقول كلمته أمام الترجي فريقه السابق. ونتمنى أن تمر الأمور بسلام بعدما حدثت أحداث خطيرة سنة 2019.